أسماء عديدة توجت في هذا الحفل، فكان الحذاء الفضي من نصيب هداف الرابطة الثانية الموسم الماضي عادل جعبوط من اتحاد بسكرة، القفاز الذهبي لشمس الدين رحماني حارس الموب الموسم الماضي، فيما عادت جائزة الروح الرياضية لجمهور شباب قسنطينة. جائزة أحسن مدرب جاءت مناصفة بين شريف الوزاني والمغربي بادوزاكي. الكرة النسوية كانت حاضرة هي الأخرى من خلال الحذاء الوردي الذي كرمت به كل من مراك جميلة كأفضل لاعبة، إلى جانب تشجيع تاكلين كهنة، بهني نعيمة ورابحي أسيا. نسمة صيفي فازت بجائزة أحسن رياضي للموسم، فيما حظي القائد السابق للمنتخب الوطني كارل مجاني بتكريم خاص، وتوج العربي هلال سوداني كأحسن هداف جزائري ينشط بأوروبا. أما جائزة الحذاء الذهبي فقد سلمت لهداف الموسم الماضي لاعب نصر حسين داي أحمد قاسم. الجهد اللي بدلناه طيله الموسم نضر كيما يقول لك هذا هو الثمار تاعو. انا فرحان ونهدي كيما يقول لك الانصار تاعنا نصر حسين داي اللي ساندوني وعاونوني في اللي مومون ديفيسيل، ونهدي الوالدين تاعي وراني فرحان بالتواجد تاعهم اليوم معايا. ضيف شرف الطبعة السادسة كان التونسي طارق دياب صاحب الكرة الذهبية الإفريقية عام 1977، وحضر الحفل العائلة الرياضية يتقدمها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووزير الثقافة عز الدين مهوبي. هذا أكيد سوف يدعم ويشجع الرياضيين واللاعبين في تخصص كرة القدم. حضرنا يعني الأمسية أمسية رياضية في المستوى. جائزة الحذاء الذهبي جائزة تكرست الآن كموعد سنوي يعني يكافئ فيه المجتهدون خلال الموسم من رياضيين ورياضيات، ويعني لاحظنا أن كل طبعة يعني إلا وتكون هناك إضافة نوعية فيها. أحمد قاسمي توج بالحذاء الذهبي للموسم الماضي، فعلى من الدور هذا الموسم؟